الخير عليكم من القوة والتميز والتنوع والأسعار القوية عرب سويت بكل مناسبة تلاقونا متصدر في العروض، وعندنا مناسبة الآن قوية يوم التأسيس، فأكيد جايب عرض ناري نشوفه سوا. عرب سويت لازم نمر عند هالطاولة، هذه طاولة العروض القوية وأحلى عرض وأقوى عرض يا جماعة، اللوكر، الكتكات، الجالكسي، المارس، السنيكرز، الأوريو، أي حبة بكم؟ ب 26 هللة، صدق أو لا تصدق، ولكل عميل 5 حبات من كل نوع. الكتكات أبص بعين يا جماعة، شوفوا العرض القوي، 28 و 27 هللة. مجنونة؟ إي نعم، عروض مجنونة، السنيكرز والمارس، بكم العلبة؟ ب 27 و 27 هللة. هذا الماكنتوش حبيب الملايين يا حبيبي، 900 جرام ب 33 و 27 هللة. السنيكرز الحبات الصغيرة، مرة لذيذ وخفيف هذا يا حبيبي، وبكم؟ ب 7 ريال و 27 هللة. يا حبيبي، وهذا الكندر كارز، وشوف السعر يا جماعة، 12 ريال 27 هللة. طبعاً عرب سويت مو فقط شوكولاتات وحلويات، حتى مواد غذائية عنده، ورا شهر رمضان على الأبواب، الكريم كراميل 28 و 27 هللة. الجلو بجميع الأنواع، طبعاً العلالي ماركة معروفة، بكم؟ 14 ريال و27 هللة. لقمة القاضي وأحلى قيمات وأحلى سعر، 11 ريال و27 هللة، عملاق يا عرب سويت. لا لا كده أنا أترك التغطية وأخذ عربة وأبدأ أتسوق. خليط البسبوسة 6 ريال و27 هللة. خليط حق البيتزا وأحلى بيتزا ب 6 ريال و27 هللة. كيك العلالي 8 ريال و27 هللة. أسعار مجنونة يا جماعة. عشاق المزاج، أصحاب الكيف، شاي رصين، كويس إني أنا تذكرت، خلص من عندي. وعليه عرض مره قوي، بكم؟ ب 22 27 هلله، حط لي اياه في السله. بيجي منه باكيت وسعره اقل، وبكم؟ 18 ريال و27 هلله. وهذا من المنتجات الجديده اللي عند رينجو، بسكويت شوكولاته بكريمه الفانيلا، كم سعره؟ 11 ريال و27 هلله. وهذا البرينجلز، الله، ولما تفك ما حتصك، وبكم؟ 5 ريال و27 هلله. العرض مجنون؟ اي نعم العرض مجنون، بفكي مرح، هذا المنتج البحريني، على فكره يا جماعه هذا من الاكثر مبيعا عندهم هنا في العرب سويت، وبكم؟ 5 ريال و27 هلله. يا حبيبي، وهذا مستر كريسبو 7 ريال و95 هلله، والتيتانانا ايضا عليه عرض مره قوي 7 ريال و27 هلله. والله لفت انتباهي هذا، والله بصراحه شكله مغري، بوب كورن مالح، طبعا مره كبيره هذه، شوفوا يا جماعه حجمها، عطني اياها هذه، خلينا نحطها في السله. أوماي المنتج الياباني، وشوفوا العرض القوي اللي عليه، وهذا بفكي دندنة، يا سلام، والله عروض قوية. شايفين يا جماعة الأسعار تحكي، الليز جميع النكهات 7 ريال و27 هللة، عرض مجنون. وعندكم التسالي نفس الشيء، وبكم؟ 7 ريال و27 هللة. هذا العرض يا جماعة اللي اسمه الحق أو ما تلحق، النايس بكم يا جماعة؟ 7 ريال و27 هللة. البطل 7 ريال و27 هللة. عرب سويت لما قرر يدخل المواد الغذائية دخل بقوة، ورق عنب، الذرة، الفول، الطحين، الجبن، الصلصة، كلها أسعار خيالية يا جماعة. عندهم أرز بعد، وأيضا عليه عرض مرة قوي. نمبر 1 يا جماعة، وبكم؟ 9 ريال و27 هللة، طبعا هذا لصناعته سورية. وهذا اللواكر جاردينا، طبعا هذا الحجم الصغير، وشوفوا العرض 29 27 هللة. طبعا هذا القسم اللي تشوفونه هذا قسم العصيرات المشروبات الغازيه، وعليها عروض مره قويه. تخيلين يا جماعه هذه ابراج من الكبسولات حق الكوفي، وعليها عروض قويه. اللي صورناه هذا جزء بسيط من العروض، بحط لكم الان البروشر واعملوا له كابتشر. موقعهم كلكم تعرفوه، بس نذكركم موجود بالدمام شارع الامير نايف، مقابل السيف، مقابل العاب المحطه.